صفر. محتاجين نتوقف عند فكرة الإخفاقات دي ونرجع لجوهر البطولات ونرجع ل 2008 تاني. هنعمل فلاش باك لازم، لأن معانا أحد أساطير بطولة 2008 وأحد أساطير النادي الأهلي، حامي دفاعات النادي الأهلي كابتن والصخرة كابتن وائل جمعة. إزاي حضرتك يا كابتن؟ وفي الذكريات دي ذكراك حاضرة معانا يا كابتن وبقوة. مش عارف مين والله بيكلمني، انا ما شفتش، انا ما اتفرجش على البرنامج، مع برنامج حضرتك التلفزيون، فما اعرفش مين مع حضرتك بيكلمني والله. مع حضرتك محمد واحمد اسامه. معاك محمد فارس واحمد اسامه، برنامج الاهلي خط احمر. يا كابتن وائل اهلا بيكم، مساء الخير عليكم طبعا، وعلى المشاهدين وعلى كل الناس اللي بتتفرج عليكم طبعا، و سعيد ان انا معاكم. احنا سعداء اكتر يا كابتن. ذكريات بطولة 2008، احنا بنتكلم في بطولات النادي الاهلي في نوفمبر، ولكن بطولة 2008 كان دور حضرتك رائع. احنا بنتكلم عن جرينتا كابتن وائل جمعة في الهدف بتاع النهائي هنا في القاهرة، حتى كابتن احمد حسن كنا بنتكلم في مفارقة انه كان قدامك، حضرتك لا ترى الا تسجيل الهدف، ودورك الرائع حتى في مباراة العودة في الكاميرون. حضرتك محتاجين تكلمنا عن الجيل ده وعقلية الجيل ده وإحساس حضرتك ببطولات دوري أبطال أفريقيا اللي غابت عننا بقالها فترة يا كابتن وائل. يعني والله محمد، يعني الفترة دي طبعا كانت من أفضل الفترات بتاعتنا، من حيث التركيز ومن حيث اللعيبة اللي موجودة ومن حيث جودة اللعيبة اللي موجودة صراحة، وكنا مجموعة يعني طبعا عارفة هي بتعمل ايه في الملعب، ودي نقطة مهمة جدا ان انت يبقى معاك في الملعب مجموعة كل واحد عارف دوره وعارف المطلوب منه، ومدرب عارف ايه المطلوب من الفريق وموصل للفريق كل واحد دوره عامل ازاي، والتنظيم مهم جدا اللي كان في الفريق الفترة دي بالخبرات الكبيرة اللي كان فادتها الفريق. فيعني صراحة كانت الظروف كلها الحمد لله متوافره ان احنا نفوز بالبطوله دي، برغم الصعوبه، برغم ان احنا قابلنا فرق جيده وفرق مستواها متميز جدا، انما الحمد لله كان المجموعه يعني عارفه هي عايزه ايه من المباريات اللي بتشارك فيها. يعني حضرتك كابتن يعني ليك رقم قياسي بحصولك على 6 ألقاب من اصل 8 ألقاب حققهم من النادي الاهلي، وده رقم كبير جدا بيتخطى كمان انديه في افريقيا. وحضرتك تعاملت مع 3 مديرين فنيين، يمكن مستر مانويل جوزيه والكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف، واعتقد جيل 2001 مختلف تماما عن جيل 2005. لكن حضرتك في ظل ال6 بطولات دول، من وجهه نظر حضرتك ايه اصعب مباراه او اصعب بطوله حسيت انها جايه بصعوبه شديده جدا؟ بص، هو كل مباراه فيهم طبعا ليها فرحتها وليها البهجه اللي انت ادخلتها على جمهور الاهلي. البطوله دي اصبحت عزيزه علينا جدا جدا، يعني زي بطوله الدوري في الثمانينات والتسعينات على الجمهور، على جمهور الاهلي، فبقت في الالفينات يعني خلاص بقى حلمنا مش الفوز بالدوري على قد ما احنا بطوله دوري ابطال افريقيا دي بقت هي البطوله الكبيره بالنسبه لنا. انما يعني اكيد في لحظات مرت عليا انا شخصيا في البطولات كلها. انا لعبت مع النادي الاهلي تقريبا على ما اتذكر 2001 10 بطولات او اكثر من 10 بطولات. البطوله العزب في الـ6 اللي انا فزتهم كانت بطوله 2006 بطوله الصحافتي، للظروف طبعا اللي كانت مع بلانا في الفتره دي، و ثم مباراة الترجي 2012. كل واحدة ليها طبعا ما يتعلق بيها. يعني مباراة التفاصي كان فاينل وتعادلنا في مباراة الذهاب وخلاص الامور حسمت والفريق التفاصي احتفل بالبطولة قبل ما نلعب البطولة، وكان علينا ضغوط كبيرة جدا طبعا قبل ما نسافر وتحديات كبيرة. بطولة الترجي كانت بطولة الشهداء، اتفقنا كلنا ان البطولة دي لازم نديها لشهدائنا، شهداء بورسعيد، عظيم جدا قديما اللي اثرت بشكل كبير جدا على الكرة المصرية، والحمد لله اللعيبة كانت رجالة وقدرت ان هي ترجع بالبطولة دي، مع انه كان نفس الموقف اللي تعادلنا فيه في الذهاب برضه، وقدرنا نفوز في مباراة العودة بمباراة بالنسبة لي كانت هي
الاجمل اداء ونتيجه في بطولات افريقيا كلها. بالظبط اداء ونتيجه فعلا. كابتن وائل طبعا انا متابع جيد لتحليلات حضرتك، وحضرتك عندك مشكله الفترات اللي كانت قبل الموسم ده مع لاعبي النادي الاهلي وفكره الكواليتي بتاع اللاعب اللي المفترض يكون موجود في النادي الاهلي، وفكره ان الاهلي محتاج يبقى عنده بروجكت تشتغل عليه. جمهور النادي الاهلي متفائل جدا بمجموعه اللاعبين المتواجدين حاليا، وفكر مستر ريني فايلر اللي قام مبكرا ان احنا نحكم عليه بشكل نهائي، ولكن الجمهور متفائل خير. فعشان كده حضرتك حابين توجه رساله للجيل ده ايه من اللاعبين، خصوصا لو حضرتك شايف ان في المقومات اللي تقدر تحقق جزء حتى من امجاد جيل حضرتك العظيم. يعني انا شايف ان اول حاجه لازم الفريق يسعى فيها بشكل كبير هو الجمهور. عوده جمهور النادي الاهلي بالنسبه لي 60% من التدعيم للفريق، يعني للجمهور وتاثيره القوي ومساعدته على خلق الدوافع وخلق الروح وخلق كل حاجه للنادي الاهلي. احنا كان جزء كبير جدا من انفصاليتنا في الملعب بتيجي بسبب الجمهور والمسانده والدعم الكبير اللي بيقدمونا. فدي نقطة يعني أنا أشوف إن هي مفتقدة ومأثرة على النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ومأثرة حتى على المنتخب. يعني اللعب تحت ضغط الجمهور بيساعد اللاعب بشكل كبير جدا، وبيساعد شخصية اللاعب إن هي يبقى عنده تحمل وعنده مسؤولية وعنده أمور كتير جدا. لما يغلط الجمهور هو اللي هيقومه، هو اللي هيخليه ما يغلطش. ودي نقطة مهمة جدا إن أنت تبقى حاسس بلوم الجمهور ليك وتبقى حاسس بفرحه الجمهور بادائك الكويس. احنا كنا بنتفاعل مع كده، انما يعني للاسف غياب الجمهور السنوات الاخيره دي يعني مش عايز اقول وصل اللعيبه لحاله من البلاده وحاله من عدم الاهتمام. الفريق يخسر تلاقي اللعيبه ما فيش مسؤوليه واللعيب مش في دماغه، يكسب تلاقيه بيتنطط على السوشيال ميديا وفرحان وهنا وهنا وهنا، ويخسر عادي برضه بالنسبه له. انما احنا كنا الاول نخسر مباراه يعني بتبقى محزنه بالنسبه لنا، لعيبه تختفي، لعيبه تبقى مش عايزه تشوف جمهورها غير لما تلعب مباراه ثانيه وتكسب وتفوز. فدي النقطه المهمه بالنسبه لنا، رساله واضحه ومباشره وصريحه. مستوى السكواد اللي موجود في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لا الحمد لله الفرقه احسن دلوقتي بكثير. بعض اللعيبه اللي صمت السنه اللي فاتت والموسم ده دخلت في جو النادي الاهلي زي واحد زي حسين الشحات، تخلص من الضغوط اللي كانت عليه الموسم اللي فات بشكل كبير. عجاييه الساعات الثقه اللي كانت مفتقده عنده، التوظيف بتاعه كمان، توظيفه الصح في مركز المهاجم انا اشوف انه كان نقطه مهمه جدا المدرب قدر انه ينجح فيها. بنوان حمدي فتحي واحد من الناس اللي اضافت وغطت عيوب كثيره في الفريق، ارتفاع مستوى رمضان يعني وجود علي معلول مع حمدي فتحي مع احمد فتحي في الفرقه، وعوده رامي ربيعه بالنسبه لي واحد من المكاسب الكبيره جدا اللي النادي الاهلي افتقدها لمده سنتين باصابه رامي. رامي انا بعتبره من افضل المدافعين اللي موجودين. ان شاء الله يعني الامور تبقى افضل. احنا محتاجين لسه زي ما بقول دايما راس حربه بمواصفات لافيو. انا محتاج واحد بمواصفات لافيو، راجل يقدر في منطقه الجزاء يسجل من انصاف الفرص ويبقى محطه للفريق يعتمد عليها. طالما احنا كل الناس اللي بتيجي بتشتغل بال 4 2 3 1 او بالاعتماد على المهاجم الصريح، لان احنا دايما بنلعب في منطقه جزاء الهجوم بنسبه 90%. محتاج لاعب تارجت فورورد متواجد دايما ويقدر يخلص الفرص في منطقه الجزاء. بالظبط بالظبط تمام يا كابتن. اعتقد متفائلين كلنا خير ان شاء الله مع النادي الاهلي ان نحقق بطوله السنه دي. بنشكر حضرتك جدا، وطبعا تاريخ كبير للكابتن وائل جمعه. شكرا يا فندم انك كنت معانا.